السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يعني بعد طلب كبير من بعض الأشخاص بخصوص طرح دورة مكثفة في الإدارة المالية الشخصية. الحمد لله سوينا حقيبة خاصة بالإدارة المالية الشخصية، وراح تكون أول دورة إن شاء الله بعد غد بإذن الله يوم السبت في معهد خبراء المال. وبعطيكم خلفية بسيطة عن الدورة. الآن لو تسجل في أي دورة خاصة بالإدارة المالية الشخصية تجدهم يعتمدون بشكل كبير على التسجيل، تسجيل أي عملية. يعني تضع ميزانية مثلا لكذا، مثلا ميزانية للمطاعم، ميزانية للملابس، ميزانية لأشياء معينة، وتبدأ تسجل كل عملية. من واقع خبرتي أشخاص قلة اللي يقدرون يسوون هالشيء، لذلك أنا اعتمدت في دورتي على التلقائية، كيف أنك تكون تلقائي في التعامل مع أموالك، في دخلك ومصاريفك. اللي مهتم في الموضوع يسجل في الدورة، بحط لكم الأرقام تواصلوا معهم. طبعا هي دورة مكثفة مدتها 4 ساعات، وبإذن الله في نهاية الدورة راح يكون عندك خطة مالية مكتوبة تمشي عليها وتقدر تعدلها، لأنها هي على شكل ملف إكسل، فبالتالي بسهولة تقدر تعدل عليها مدخلاتك وتشتغل عليها وتقدر تدخر. وراح يكون فيه جزء خاص في موضوع الاستثمار الشهري بإذن الله. اللي مهتم أنا بضع الأرقام لكم الآن، تواصلوا معهم. وطبعا الدورة بعضهم يتوقع أنها غالية ب2000 ب1500، الدورة ب750 ريال فقط. ونشوفكم إن شاء الله يوم السبت. طبعا فكرة الدورة انك تجلس مع نفسك نص ساعة ساعة وتسوي الخطة، وخلاص بمجرد نزول راتبك انت تقدر توزع بشكل جيد، ما يحتاج تسجل كل عملية انت تسويها، كل عملية شراء او كل عملية دخل قاعد تجيك، لا انت خلاص انت عندك خطة واضحة تلقائية تمشي معك خلال السنوات، واذا زاد راتبك او تغيرت بعض الاوضاع تعدل شيء بسيط في الخطة وتمشي عليها. هذه ببساطة فكرة الدورة. طبعا في الدورة راح نتكلم عن موضوع إطفاء الديون، كيف أنك أنت تطفي ديونك بشكل سريع، والطرق المستخدمة العلمية في موضوع إطفاء الديون. راح نتكلم عن كاش الطوارئ، راح نتكلم عن مهارات الإدخار. يعني الموضوع راح يكون شامل بإذن الله. أنا متأكد أن الأشخاص اللي راح يدخلون الدورة هذه راح تتغير حياتهم المالية بإذن الله إذا انعكست هذه المعرفة على. طبعا خلال الدورة راح نتكلم عن موضوع كم مبلغ الادخار المفترض انك تدخره، وايضا راح اجاوب على كل الاسئلة اللي انتم في بالكم بخصوص الادارة المالية الشخصية. والطرح راح يكون ممنهج، يعني راح يعني تبدا من الصفر، شخص ما يفهم اي شيء في موضوع الادارة المالية الشخصية الا ان يكون واعي جدا فيما يخص ادارة دخله ومصاريفه، وايضا الادخار ثم الاستثمار باذن الله.